بعد من دورات سعيدة جدا بأن أستقبلكم هذا المساء في النسخة 11 من مهرجان مكناس للدراما التلفزية والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جهة فاس مكناس وجماعة مكناس وبتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية دوزيام من طرف جمعية العرض الحر.